السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في دار كرامته مع سيد النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك أربع علامات تدل على الإنسان أنه مصاب بمس عاشق قهر البدن، فهذه العلامة من أول العلامات بإذن الله هو كثرة الاحتلام، كثرة الاحتلام سواء المرأة أو الرجل، ضيق في الصدر دائما، والشعور أو الرغبة بالجنس أو بالشهوة الجنسية، والرغبة أصلا في العادة السرية. هذه من أربع علامات التي تؤكد على أن الإنسان مصاب بمس عاشق. فيجب على الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى أن يقرأ يوميا سورة النور بإذن الله قبل النوم، وأن يقرأ أصلا سورة النور ويوسف على زيت زيتون ويدهن به الجسد، وإذا تمكن له أن يذهب عند معالج بالقرآن يلقي نفسه حتى يخرج ذلك الخبيث من بدنه، والله عز وجل هو الشافي. قلنا يجب على الإنسان أن يقرأ سورة النور يوميا، ويقرأ أيضا سورة النور ويوسف على زيت زيتون ثم يدهن به الجسد بإذن الله عز وجل قبل النوم، والله عز وجل هو الشافي. والاعتقاد الصحيح أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد أن هذه الأشياء كلها التي يتخذها للعلاج ما هي إلا أسباب من الأسباب، والاتخاذ بالأسباب واجب، والشافي هو مسبب الأسباب. فالاستعانة بالله عز وجل والاعتقاد في الله هو الشافي بإذنه سبحانه وتعالى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.